أهلا بكم. على الرغم من أنه منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، إلا أنه يعتبر مساحة تلاقي تجمع نخب أكثر من 1000 من ممثلي شركات متعددة الجنسيات في العالم، وقادة سياسيين من رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ومنظمات المجتمع المدني، ولفيفا من الصحفيين والمحامين والأكاديميين المختارين بعناية. إنه منتدى دافوس الذي انعقد هذه السنة في البحر الميت في الأردن تحت عنوان تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي بمشاركة أكثر من 50 دولة. ناقش المشاركون على مدى اليومين الماضيين الأوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم العربي في ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية في المنطقة. من بين المسائل التي تم مناقشتها على هامش المؤتمر مبادرة طرحها القطاع الخاص الفلسطيني، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية ليست طرفا فيها، علما أن الصحف الإسرائيلية كانت قد تحدثت عن خطة اقتصادية للسلام طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تقوم على دعم السلطة الفلسطينية ب4 مليارات دولار. جدير بالذكر أن كيري التقى على هامش أعمال منتدى دافوس كلا من الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي شمعون بيريز. هل تم بالفعل طرح خطة اقتصادية للسلام وما طبيعتها؟ هل يشكل الاقتصاد مقدمة أو مدخلا لعملية السلام في هذه المرحلة أو ربما بديلا عنها؟ نناقش هذا الموضوع في حوار الساعة اليوم مع ضيفينا الخبير الاقتصادي والقيادي في الجبهة الشعبية دكتور حسين أبو النمل، وستكون معنا الدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن حركة فتح من نابلس. أهلا بكما. اسمح لي دكتور حسين، ليديز فيرست، أن أبدأ مع الدكتورة نجاة. دكتورة نجاة، قيل أن كيري حمل معه خارطة طريق متكاملة إلى دافوس عمادها أو قوامها المشاريع والخطط الاقتصادية، ما معلوماتكم عن ذلك؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم والسلام لكم. كيري لم يأتي للمرة الأولى، فهي عدة جولات قام بها إلى منطقة الشرق الأوسط وتحديدا إلى فلسطين والأردن، وكل جملة هذه الجولات كان في مضمونها يريد أن يفتح طرق وممرات ويوجد صداقات جديدة، ويحاول أيضا أن يبلور صيغة سياسية ذات مضمون وثوب اقتصادي يقوم على إنجاحه مجموعة من الفلسطينيين، لأن الإسرائيليين والأمريكان يسعون منذ عدة سنوات إلى إيجاد فلسطيني جديد، فلسطيني يؤمن بالعيش المشترك، فلسطيني يؤمن بالسلام على أساس الاستسلام، فلسطيني يريد فقط أن يأكل ويشرب ويعيش ويأخذ قسطا من الراحة، وفلسطيني أيضا ينسى أنه تحت الاحتلال، وآخرين ذهبوا أكثر من ذلك إلى بناء دولة تحت الاحتلال، والبعض أيضا ذهب إلى إلقاء أعباء تكاليف هذه السلطة على الإنسان الفلسطيني وعدم مقارعة الاحتلال أو حتى عدم البحث عن أي وسائل تقلل منه الهدوء وتعزز وجود الاحتلال وتبقي هذا الاحتلال ممولا من جيوب الفلسطينيين المرابطون في فلسطين. نعم، ولكن كان يعني التفاؤل واضح هذه المرة على لسان الرئيس الفلسطيني نفسه محمود عباس عندما قال أنه كيري يبذل جهودا ملموسة وتحركات كبيرة من أجل استئناف عملية السلام، وهذا يبعث الأمل في النفوس، ويعني شعرنا وكأن هناك جديد ما سواء على من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية. يعني في هذا المجال سيدتي دعيني أقول لك أن هذا المسار تحديدا
هم أو تحديدا كيري والإسرائيليين وضعوا له عدة افتراضات. هذا الافتراض يحتاج إلى عدة رافعات. أولى هذه الرافعات الرافعة الإسرائيلية. الرافعة الإسرائيلية مهترئة، والمجتمع الإسرائيلي مجتمع يميل إلى العسكرة ولا يميل إلى السلام، والحكومة الحالية هي حكومة مستوطنين متطرفين. وبيرس الذي كان يشارك في هذا المؤتمر هو من أقل الوجوه السياسية في إسرائيل، ربما حضورا وتأثيرا. والرافعات الأخرى الدول العربية، منها ما هو رافعة مالية ومنها ما هو رافعة، ولكن رافعة مهتزة نعم. وقد أصابها كثير من الخدوش نتاج الربيع العربي وبعض الاهتزازات التي تسببت بها السياسة الأمريكية، التي أرادت أن ترسم عبر وبواسطة الإسلام السياسي وبين قوسين الإسلام الاستعماري صيغة جديدة لشرق أوسط جديد يشارك به كل المعتدلين وكل المعارضين وكل نعم. الإسلاميين. والرافعة الثالثة والتي يعتمدون عليها الرافعة الأمريكية، هذه رافعة تحتاج إلى دعم من اللوبي الصهيوني، واللوبي الصهيوني غير جاهز لذلك. كذلك هذه الرافعة تحتاج إلى كونغرس أمريكي ضاغط، وهذا الموضوع ربما لم يكتمل بعد، فهو في طور البدء والانتشار وليس في وضع الاكتمال. نعم، ومن هذا المنطلق ربما دكتورة نجاة يدخل الأمريكيون هذه المرة من الشق الاقتصادي، وما كشفته صحيفة دوات أحرونوت ملفت للنظر في الواقع. دعيني أتحول إلى دكتور حسين هنا معنا في الاستوديو. تتحدث يا دعوة أحرنوت عن خطة اقتصادية مفصلة قدمها بيريز أو في جعبة بيريز، تتحدث عن حقول غاز، استخراج الغاز قبالة سواحل غزة، شواطئ غزة، تتحدث عن بوتاس بشرق البحر الميت، عن إنشاء محطات لتنقية المياه بما معناه فك الارتباط بين إسرائيل الأراضي الفلسطينية. إلى أي مدى هذا صحيح؟ أولا مساء الخير إليك وللأخت من الداخل. بس على السريع، أنا سابقا كنت قيادي بالجبهة الشعبية، بس الآن لم أعد قيادي. أولا، بكل الخطاب المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، ثمة حاجة دائما لتدقيق المصطلحات وضبطها، لأنه في كثير من الكلام وبالذات الذي يأتي من مصادر إسرائيلية ربما يكون موجه ومبالغ به. أولا، بالمبدأ شمعون بيريز ليس بمركز القرار، لا السياسي ولا الاقتصادي، وبالتالي هو لا يملك أن يقدم خطط. أكثر من ذلك، أن إسرائيل وظيفتها أن تعرقل استخراج حقول الغاز المحاذية لقطاع غزة، وبالتالي ما ورد من مشاريع بما خص غاز غزة أو البوتاسيوم هي مسائل تبقى بحدود معينة وغير مؤكدة، وهي أقل بكثير، هذا إذا كانت حقيقية، أن تسمى شراكة أو مشروع اقتصادي، وبالتالي يمكن أن يعول عليه. أنا تابعت الأخبار، هناك حرص على بث تفاؤل معين، لكن الأمر يقع في مكان آخر تماما، هو لا يقع في الاقتصاد. وكما ذكرت الأخت دكتورة نجاة، ثمة محاولة لإعادة تعريف القضية الفلسطينية ونقلها من كونها قضية سياسية بامتياز إلى قضية اقتصادية اجتماعية، وتحويل الفلسطيني من مناضل وشخص كيان سياسي إلى شخص بيولوجي، بمعنى يأكل ويشرب. هنا بيت القصيد، وبالتالي لنضع ولا نكترث إطلاقا لكل التفاصيل الاقتصادية، سواء تحدثت عن 4 مليارات أو 40 مليار، بداية الحديث هو بالسياسة. هل ستنسحب الاقتصاد عماد السياسة بكل سيدتي دول العالم؟ سيدتي، لا، برضو هاي النظرية، الاقتصاد ال4 مليارات دولار قد يكون رقم كبير بالنسبة لبعض الناس، بس هو تفصيل. الأساس هي القرار السياسي. هل هناك قرار سياسي إسرائيلي
بالانسحاب من الأراضي المحتلة 1967، ما قاله نتنياهو لكيري كان واضحا، هو رفض حتى التزام بأن يتباطأ بالاستيطان. لهذا السبب أنا معني بتأكيد فكرة أننا علينا أن نميز دائما بين الرتوش اللي بتنحط على الطاولة لتزيين الطاولة وخلق مناخ وخلق جو ما، والقضايا الحقيقية التي تخص السياسة. بالسياسة ليس هناك أي تبديل. طيب سأنقل ما قاله حرفيا كيري دكتورة لنتنياهو بزيارته الأخيرة إلى القدس. قال: أعرف هذه المنطقة جيدا لدرجة أنني أعلم أن هناك شكوكا وفي بعض الأوساط هناك سخرية وهناك أسباب لذلك، وقد مضت سنوات مريرة من خيبة الأمل. أكمل كيري: نأمل أنه من خلال كوننا منهجيين وحذرين وصبورين وواضحين وعنيدين سيمكننا التقدم. هذا ربما يأتي في إطار التفاؤل الذي يشيعه كيري والجانب الفلسطيني. طيب الآن يعني عندما يتم الحديث عن خطة ب4 مليارات دولار، مبلغ كبير جدا، ربما يطبق ربما لا، ولكن هذا كيري يعني هذا مسؤول كبير في وزير الخارجية الأمريكية يتحدث بهذا الكلام، لا يمكن أن يكون من فراغ في نهاية المطاف. نعم أخت لينا، هذا ليس كلام منه، لكن الأمريكان كما تعودنا عليهم حينما يريدوا أن يحلحلوا ويفكفكوا أي قضية يخرجوها من جيوبهم ولا يخرجوها من عقولهم. دعيني هنا أقول لك أن القضية الفلسطينية لا تحل من الجيوب، لا تحل من الجيوب. القضية الفلسطينية تحل على أساس الثوابت والشرائع، على أساس حق العودة وفق القرار 194 وإقامة دولة على حدود 7 من حزيران نقية من الاستيطان وغير مفككة، لأن الكتل الاستيطانية التي تتواجد الآن في الضفة الغربية لن تفككها 4 مليارات ولا 10 مليارات. فهذه المستوطنات التي تمتد من الشمال إلى الجنوب ومن الوسط إلى الغرب، هذه مستوطنات منها ما هو مستوطنات للشؤون العسكرية ومنها للشؤون التعليمية ومنها للشؤون الدينية ومنها للشؤون الزراعية. هذه المستوطنات فكفكت وشتتت وهشمت الطبيعة الحقيقية للضفة الغربية وأطاحت بالإنسان الفلسطيني وحلمه في إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب. إضافة إلى قضية في غاية الأهمية لا يدركها كيري، أن تقديم الجانب الاقتصادي على الجانب السياسي لن يتم ولن يقبل به أحد. نحن حينما نقبل بالتفاوض نقبل بالتفاوض على شروط، شروطنا عرفها ويعرفها القاصي والداني ويعرفها الأمريكيون والإسرائيليون: لا تقدم ولا سلام ولا وجود لأحد في كل المنطقة بسلام وأمان إلا إذا تمكن الفلسطينيون من الحصول على دولتهم وعودة لاجئيهم وإقامة دولتهم. نعم. فكل هذه القضايا الاقتصادية التي يطرحونها قضايا اقتصادية افتراضية يحلم بتحقيقها من خلال بعض الذين يراهنون عليهم. هؤلاء الذين يراهنون عليهم لا يشكلوا شيء داخل الشارع الفلسطيني. الذين اشتركوا في البحر الميت من الإسرائيليين لم يتعدوا أصابع اليد، وبعض المستثمرين الفلسطينيين الذين شاركوا أيضا وإن كانوا كثر إلا أنهم لن يتجرؤوا ولا بأي حال من الأحوال أن يوافقوا على إقامة دولة بسلام اقتصادي فقط. نحن لم نتعذب ولم نخسر ولم نتشتت ولم نعيش في اللجوء
طيلة هذه العقود من أجل أن نأتي في نهاية المطاف ونعيش في دولة تحت الاحتلال، نأكل ونشرب، فكل الكائنات تأكل وتشرب. ولكن ما أريد أن يصل، وأريد أن أقول باسم كل الأحرار، باسم كل الشرفاء، باسم الأسرى والشهداء والجرحى وكل الفلسطينيون، أن الفلسطيني يريد عدالة ويريد كرامة ويريد سلاما على أساس العدالة، لا سلاما على أساس الاستسلام. نعم، وفي الواقع عندما سئل كبير المفاوضين دكتور صائب عريقات عن هذه المسألة تحديدا، عن أي مبادرات جديدة، قال اذهبوا واسألوا رجال الأعمال الفلسطينيين الذين شاركوا في مؤتمر دافوس. أنا فقط للأمانة يعني في منيب المصري رجل أعمال فلسطيني معروف جدا كان مشارك بالمنتدى، وقال لم يتم طرح أي خطة اقتصادية كبديل للحل السياسي للقضية الفلسطينية، والمؤتمرون الفلسطينيون أكدوا على أن القضية الفلسطينية قضية سياسية لا تحلها خطط اقتصادية مؤقتة أو مرحلية، وعلى إسرائيل أن تؤمن بمبدأ الدولتين. يعني هذا كان لسان حال رجال الأعمال الفلسطينيين هناك. إن كنت يعني تلمحين من بداية هذه الحلقة إلى أن هناك فلسطينيين قد يرضون بحلول اقتصادية. نعم، ليس الشعب الفلسطيني بأسره يقبل بما نحن نطرح، هنالك البعض يقبل بحلول اقتصادية ويهرول حيثما يجد بعض الدولارات. هؤلاء قلة قليلة، ولكن هؤلاء لا يمثلوا الشعب الفلسطيني. السيد الرئيس أبو مازن حين وقف وألقى خطابه كان واضح، قال لا نريد حدود مؤقتة ولا نريد حلول اقتصادية فقط، نريد حلول سياسية اقتصادية أمنية، ونريد دولة فلسطينية على حدود 67 وعودة للاجئين. هذا هو الخطاب الذي نتحدث به وتتحدث به القيادة الفلسطينية. وإن حاول البعض التبرؤ والابتعاد عن كل هذه الثوابت، علي أن يجد حزبا أو تيارا مع الاقتصاديين الإسرائيليين لكي يزيد أمواله. أما نحن فلا نريد سوى الكرامة والعزة، ونريد أن نكون أولا وآخرا أوفياء لشهدائنا ولأسرانا ولجرحانا، ولا نريد إلا أن نبقى نتذكر كل الذين أصابهم برد الشتات، لهؤلاء الذين تشردوا في مناحي وفي منافي العالم. نقول أننا لن نفرط ولن نكون إلا أداة للحق الذي يقوم على أساس إقامة دولة وعودة للاجئين على أساس القرار 194. نعم، ابقي معنا لو سمحتي دكتورة نجاة، وحضرتك دكتور حسين أبو النمل. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة من حوار الساعة عن مؤتمر دافوس وما تم خلاله من طرح لمبادرة قيل إنها مبادرة اقتصادية طرحها كيري لدعم السلطة الفلسطينية. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار الساعة. معنا ضيفانا دكتور حسين أبو النمل الكاتب والباحث الاقتصادي الفلسطيني، ومن نابلس معنا دكتورة نجاة أبو بكر عضو مجلس التشريع عن حركة فتح من نابلس. دكتور حسين، توقيت طرح هذه الخطة بغض النظر عن صحتها، دقة المعلومات التي جاءت فيها أيضا يثير الشكوك ويطرح سؤال هل يمكن أن تكون بديل عن الحلول السياسية، علما أن رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين بدافوس قالوا لا، هذه ليست بديل عن أي حل سياسي. سيدتي، احنا بلقاء له طبيعة فكرية، بمعنى علينا أن ندقق ونستخدم أن ندقق فيما يقال وتتداول وسائل الإعلام. على الغالب الصحافة تميل إلى استخدام تعابير ضخمة. مثلا مبادرة، حين يقال مبادرة، المبادرة لها مواصفات وتحديدات، 1 2 3 5 بتقول شيء جديد غير القديم. ما تم هو عبارة عن نداء وجهه رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين لإقامة دولتين.
بمنتدى دافوس تقصد أم خلال جولة كيف؟ هي المبادرة، هو الحوار اللي عم بنشط الآن. نعم. هو تجمع رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين، هذا الفكرة اللي قالوها. نعم. وين أهميتها؟ وين خطورتها؟ خطورتها هي تصور أنه العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية هي عملية تعاون، والناس أصحاب، وياهم عم بيقدموا مبادرات مشتركة. هو كل ما حدث هو مجرد نداء لا أكثر ولا أقل. من يتوهم أنه في رجال أعمال إسرائيليين عم بتقدموا مبادرات غير السياسة الرسمية بكون غلطان. الوقائع ما يمكن، وبنقدر نرجع شو اللي حكوا واللي قالوا. هو ليس الرجال، الكلام ليس منقولا عن رجال أعمال إسرائيليين، يعني هو كاري المفتاح بهذه القضية. عندما ينهي الكاري أسبوعا أو أسبوعين لنتنياهو وللرئيس عباس أنه الكرة بيدكم بملعبكم الآن وحلوها يعني. سيدتي أنا بس شيء تاني اللي بدي أصلحه أو أدققه، فكرة الأربع مليارات دولار. الفلسطيني وأنا بالأساس اقتصادي يخسر سنويا بحوالي 40 مليار دولار نتيجة الاحتلال. لو الاقتصاد الفلسطيني بالضفة والغزة ما في احتلال وكان عم بنتج قد لبنان، كان بيعني انه خسارته ارتباطا بالناتج المحلي الحالي عنده 40 مليار. بمعنى اخر، الاساس والحل الاقتصادي للمناطق المحتلة لا يكون من خلال 4 مليارات، هو من خلال انهاء الاحتلال. أما فيما يتعلق بكري، إيه هو أمهل، ونحط بين قوسين، لأنه أيضا كري والإدارة الأمريكية دائما تتحدث أنه ما في مهل مقدسة. هو قال أنه مطلوب من نتنياهو يعطي موقف، ومطلوب من الرئيس الفلسطيني يطلب. شو الموقف المطلوب من نتنياهو؟ ما طلبه كري، وهذا هو كلام واضح، فقط يقول أنه بدنا نبطل الاستيطان. بالمقابل ما طلبوا من الرئيس الفلسطيني هو استئناف المفاوضات، وبالتالي هذا يعني استئناف المفاوضات دون قيد أو شرط. اللي بدي أقوله، هذا الخيار لو حطينا على جنب المجاملات واللغة الدبلوماسية والبسمات إلى آخره، لو وقفنا على الأرض، هذا يعني انتحار الفريق الفلسطيني لسبب بسيط، أن الفلسطيني يغامر بوجوده. ولكن في الفترة الأخيرة لم يحلى الرئيس عباس أنه ما يعني وكأنه أبدأ رغبته باستئناف المفاوضات في حال جمد الاستيطان. سيدتي هو أو بطئ ربما عراس، لا 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 في حال جمد. لا, لا 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 ليس هنالك أي موقف فلسطيني يتحدث عن تبطيء الاستيطان. الموقف الفلسطيني الرسمي كما عبرت عنه السلطة هو تجميد الاستيطان. بالتالي أيضا أنا أتابع وبالتفصيل، وأنا بنسبي أقرأ دائما بسوء نية، مش أنه والله كتير حسن النية وساذج. ليس هنالك من فلسطيني له وزن تحدث عن دولة تحت الاحتلال أو تحت مؤقتي أو إلى آخره. هناك وجهات نظر معينة، لكن خليني أقول أن ثمة إجماع فلسطيني رغم كل تناقضات الفلسطينيين وصراعاتهم، ثمة إجماع على أن هناك حد أدنى هي ما تقرره السلطة الفلسطينية، وبالتالي دون ذلك هو ممكن أن يندرج تحت بند التفريط بالثوابت الفلسطينية، أي خيانة وطنية. أنا الحقيقة بعرف ومن متابع، وأنا يعني من أهل مكة، أيا تكن حركة منيب المصري، لا يمكن منيب المصري يتحرك خارج دائرة التشاور مع القيادة الفلسطينية. وهذا ما كان واضح فيه. هو ما عنده أي سبب، أي سبب ينهي نهاية حياته بأنه زلمة يصير بمواجهة ما منيب المصري لا يمكن أن يخطئ. بغض النظر عن المنفعة الاقتصادية الكبيرة للقطاع وللضفة. سيدتي منيب المصري أنا لا أريد أن أدافع عنه، لكن منيب المصري رجل أعمال، له أعمال منتشرة بكل أنحاء العالم، أكيد بيسعى لمصالحه، لكن أعتقد أن بكل مسيرته السياسية هو وكثير من الاقتصاديين الفلسطينيين السقف السياسي لهم هو سقف منظمة التحرير الفلسطينية. وبالتالي أيا كان مين مكان فلسطيني، بمجرد أن
يقول أنا موافق على السياسة الإسرائيلية أو الأمريكية التي تقول بأنه حل سياسي مع استمرار الاستيطان، هذا الرجل لا يستطيع أن ينام ببيته ليلة واحدة. دكتورة نجات، من جديد أنتقل إليك. يعني بالحديث عن الشق الاقتصادي، بالتأكيد يعني استقالة سلام فياض الشهر الماضي رئيس الوزراء الفلسطيني كان أسبابها مالية، عجز في الميزانية، وقال كلمة بصراحة لم أعد أطيق الجو أو الضغط المفروض علي، وهذا جزء لا يتجزأ من حياة كل فلسطيني في نهاية المطاف. نعم سيدتي، هي السياسات التي اتبعها سلام فياض هي التي أطاحت بما تبقى من اقتصاد تحت الاحتلال، فهو مد يده إلى جيوب المستثمرين، وبدلا من أن يقدم التسهيلات للمستثمرين قدم التسهيلات لكي يرحل المستثمرين ويأتي بدلا منهم المستوطنين. وهنالك خرائط جديدة في هذه الأيام صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة سلام فياض بالآونة الأخيرة، أعطت الصلاحية للمجالس المحلية أن تعطي المناطق التي لا يسكن بها الناس أو لا يبني بها الناس مناطق خضراء، علما بأن المناطق أو القرى الريفية لا تبعد عنها المستوطنات سوى بعض الأمتار وأحيانا كيلو وأكثر شيء 2 كيلو. هذا ما يؤهل ويمهد لسيطرة ما تبقى من الأرض، ليس لإقامة مساحات خضراء وإنما لامتداد المستوطنات. والقضية الأخطر في سياسات سلام فياض هي إغراق الشعب الفلسطيني بالديون، وإغراق كل المؤسسات في ديون، وسياسة الدمج الضريبي، وكل هذه القضايا التي فرضت على الإنسان الفلسطيني أدت إلى انهيارات وتشققات داخل الاقتصاد الفلسطيني، مما أدى إلى ثورة ليس من الفقراء وإنما ثورة من الأغنياء. وأنا قلت له لن تكون الثورة القادمة ثورة فقراء، ولكن ستكون ثورة أغنياء. لذلك ما قاله في الآونة الأخيرة أنه غير قادر، نعم هو غير قادر على زخم رفض الشارع لسياساته التي أطاحت بكل مكونات الشعب الفلسطيني سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من القضايا التي من الممكن نتحدث بها طويلا، ولكن ما أريد أن أتحدث به الآن أن السياسة من أولها إلى آخرها التي جاء بها سلام فياض هي سياسة البنك الدولي. ونحن نعلم جيدا أن سلام فياض هو الابن الشرعي، هو الابن الشرعي للبنك الدولي، وهو جاء من أجل إفقار الشعب الفلسطيني وليس من أجل إثراء الشعب الفلسطيني. دكتورة نجاة، وكل يعني أنا وكل لا أريد الدول أن التي دخل في الواقع إليها وتمدد بها البنك الدولي أصابها الفقر. لو سمحتي، لا نريد أن تتحول هذه الحلقة إلى تسليط سهام أو تصويب سهام على أي كان، سواء السيد سلام فياض أو غيره. بالنهاية الرجل كان مدعوم قوي جدا في المجتمع الدولي، الإدارة الأمريكية وغير الإدارة الأمريكية، الأوروبيون قالوا إنه شريك قوي للمجتمع الدولي، والبنك الدولي يعني مد السلطة الفلسطينية على مدى أعوام، يعني في بين 2009 و 2011 168 مليون دولار دعم للعديد من المشاريع التطويرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. اسمحي لي أن أتحول إلى دكتور حسين أبو النمل. تفضل دكتور. يعني أولا استقالة سلام فياض هل كانت في مكانها؟ يعني هل كان الرجل محق بالاستقالة ربما نتيجة الضغوط الشعبية بالدرجة الأولى؟ أولا أنا مع ملاحظتك، لأنه إحنا جايين للحديث عن موضوع محدد اللي هو المؤتمر، وأنا يعني أرى أن موضوع الاقتصاد الفلسطيني صحيح. وتجاذباته واستقالة سلام فياض أو بقاؤه موضوع لا يمكن أن يمر هيك بسهولة، وممكن على عجالة. لكن الحقيقة مع الأسف الشديد إحنا يعني هناك داء فلسطيني وعربي. إحنا ما بنعرف إنه حدا يستقيل دون ما نبهله كويس،
ما بنخلي حدا يستقيل الا المفروض ما نبادله. وبالتالي ربما في اسباب لاستقاله الرجل، ربما تعب، ربما سياسته فيها اخطاء، ومش وقته الان انا اقول صح ولا غلط. لكن حين يقال انه افقر الشعب الفلسطيني، أنا الحقيقة يعني كنت أتمنى الحديث عن زخم أن يصب هذا الزخم مش ضد سلام فياض، أن يصب الزخم ضد إسرائيل. أما قضية الإفقار، الإفقار بالأساس هو إفقار الاحتلال. سبب الأزمة الاقتصادية وأنا دارسها منيح منيح منيح، هذا الكل يتفق عليه دكتور. أي إذن بداية الحديث حتى برضو ما نغلط وننقل المعركة من محلها الأساسي إلى محلها السامي. أيا كان سلام فياض، رغم يعني لو صدق كل ما قيل به، ليس هو تفصيل بالآثار السلبية لإسرائيل. الآن بما يتعلق بالديون على السريع بس، أولا أنا فينا جملة واحدة بس، فينا أنا سبق بحوار برضو على التلفزيون بس محطة تاني، سألت الشخص اللي تحدث عن الديون، سألته هل استفاد هو كشخص من هذه الديون أم أن هذه الديون أخذت من البنوك منذ سنتين بشكل دوري؟ كان لما بيكون في إنفاق معين سواء على الأجور والرواتب أو النفقات التشغيلية لمستشفى المقاصد بالقدس أو خلافه، ثمة حاجة لما صار في عملية تقطير، الولايات المتحدة أوقفت، الاتحاد الأوروبي تباطأ، الدول العربية مع الأسف الشديد بالذات يعني حبايبنا النفطية خففوا، كانت النتيجة الحل هو بالاستدانة. سؤال، هذه الاستدانة التي تمت، هل تمت من أجل الجمهور أم من أجل سلام فياض؟ أنا ليهاجم سلام فياض، بس حين نقول استدانة، حين يستدين رئيس الوزراء أو وزير المالية، هل استدان من أجل يسرق هذا المبالغ ويذهب به إلى بيته، أو استدان لأن مقتضيات الموازنة وشح الموارد والفجوة بين الإنفاق والآخر؟ أنا الحقيقة يعني اضطريت أنا أفوت بالأمر، لا يفهم مني أنا لا موقف سلبي ولا هذه نقطة توضيحية يجب علينا التفصيل ضوء عليها. لكن إحنا الحقيقة أنا يعني مشدود دائما للبقاء بالتناقض الرئيسي والحقيقي. كويس، انا لما اكون اعرف وحاسبها او بالورقه والقلم خسائر المناطق المحتله هي تساوي 40 مليار دولار سنويا نتيجه الاحتلال، وبالتالي رقم خيالي. ليس خيالي يا سيدتي، احنا تحت الهواء انا بعطيك الرقم. الناتج المحلي لخمس ملايين فلسطيني او 4.5 مليون هو اقل من 7 مليارات دولار. لبنان ناتجه المحلي اللي هو نفس السكان ناتجه بال 50 مليار دولار، بالتالي من هون استخرج الرقم. لبنان لأنه رغم كل بلوي بس بينتج هذا المبلغ، الفلسطينيين ليش بس بينتجوا هالقد؟ في فرق 40 مليار من هون قدم الرقم. أنا لا أذهب إلى تفصيل هنا أو هناك، أو بالتالي أنه يعني للتناقض الثاني، لكن يعني آمل إذا هذا الأمر يستحق وهذا عنده هذا القدر من الاهتمام ممكن يفرد له وقت خاص. ملاحظة أخيرة، ليكن واضح، سلام فياض لم يكن في يوم من الأيام هناك حكومة اسمها حكومة سلام فياض، هناك حكومة اسمها حكومة الرئيس أبو مازن. وبالتالي كل ما تأخذ حكومة سلام فياض من قرارات هي قرارات بضوء أخضر من السيدة، مش ضوء أخضر، في الآخر أبو مازن رجل يحكم، أبو مازن الأي. وبالتالي في توجهات عامة ممكن خطأ بهذا التفسير أو ذاك، لكن سلام فياض لا يستطيع أن يخرج البتة من سياسة مالية اقتصادية واستراتيجية سياسية هي محل ممارسة. طيب. اسمح لي بفاصل ثاني وأخير بحوار الساعة مشاهدينا، نتابع بعده هذا الحوار مع دكتور حسين أبو النمل والدكتورة نجاة أبو بكر، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى القسم الأخير من حوار الساعة. أتوجه إليك من جديد دكتورة نجاة.
هل برأيك أن هذا التحرك لجون كيري ولما جرى في منتدى دافوس وعن هذه الخطط التي يقال أنها قدمت تعلم به الدول العربية وربما مشاركة فيه بشكل أو بآخر يعني إعطاء دفعة جديدة لعملية السلام ولو من الباب الاقتصادي؟ يعني دائما كنا نقول لكل الذين يريدون أن يأخذوا دور القضية الفلسطينية، نحن نقبل بكم حلفاء ولا نقبل بكم شركاء، تقرروا لنا ولا نقرر. نحن حينما يقرر لنا ولا نقرر نصبح عتالين. نحن الفلسطينيون لن نكون في يوم من الأيام لنرضى بإقامة دولة على أساس سلام اقتصادي. نحن أولا وآخرا قلنا ونقول باستمرار أننا نريد دولة، وأول القضايا التي نريدها نريد أن نفاوض على الحدود. إن ذهبنا وحددنا الحدود سوف نقلل من نقاط الاشتباك مع هذا الاحتلال، وسوف نوضح للقاصي والداني ما هو شكل الدولة التي نريدها. الاحتلال وكل الذين دائما يبرقون له برقيات الطمأنينة لا يريدون دولة بحدود، ولا يريدوننا أن نبدأ بإقامة دولتنا وتحديد حدودها. يريدون أن تبقى تائهة وغير واضحة ومبهمة لكي يعطوا مساحة لإطالة عمر الاحتلال، فهذا الاحتلال طويل النفس يريد أن يفوضنا عشرات السنين لأنه لا يريد أن يعطينا شيء. نعم، والفلسطيني أثبت أنه نفسه أطول دكتورة. عن هذه النقطة تحديدا أسألك دكتور حسين، عن مسألة الدول العربية، هل يمكن يعني أن تكون على علم بتفاصيل ما يجري، سواء ما جرى بمنتدى دافوس وهذا الطرح الجديد أو ما قيل أنها منهجية جديدة للإدارة الأمريكية، أو ما جرى يعني خلال لقاء كيري بزعماء المنطقة؟ هل يمكن أن لا تكون على علم بتفاصيل ما يجري أو مشاركة فيه الدول العربية؟ أو أولا مسألة بديهية هذه، حين يؤخذ قرار أمريكي فهذا القرار يرسل إلى كل حلفاء أمريكا وعلى رأسهم الدول العربية. وهذا لم يعد سر، هذا من الأسرار المفضوحة. بدليل الآن لما بنحكي عن 4 مليارات، ما حد دقق ليش 4 مليارات؟ 4 مليارات هم 3 مليارات الدين، لأن الدول العربية ما دفعت والأمريكان ما دفعوا والاتحاد الأوروبي، وفي مليار حتى يسكروا العجز. بمجرد ما ذهبت السلطة الفلسطينية مخالفة قرار الإدارة الأمريكية إلى الأمم المتحدة بال 2011 ولعت الدنيا. تسكرت الحنفيات، اختلفوا الفلسطينيين مع الأمريكان، سكر مال الخليج. وهذه ما عاد سر. كان كل ما توصل الخزانة حافة الإفلاس ما عاد في مجال يتدينوا، الرئيس الفلسطيني بيحمل حاله بروح على الخليج، وبالتالي بسروا على الخليج، ساعتها بتكون في ماكرو ممالكية وبالتالي يدفع المبلغ. فقضية أنه التجفيف كان مترافقا مع كل خروج فلسطيني عن الإرادة الأمريكية، فورا بيصير في عملية ضغط وتجفيف الموارد، ما بيكون من أمريكان، لا بيكون من الدول العربية. وبالتالي هذه مسألة خارج معلنة كويس، وبالتالي أرقام الموازنة، لأن في مبالغ محل اتفاق أقرتها القمم العربية، وبالتالي هذه المبالغ حين لم تدفع بال2011 بال2012 لما كان يقال انها صندوق لفلسطين او صندوق للقدس ومتوجبات على الدول العربيه. سيدتي، هذا كلام جرايد. بس لما عندما اتى امير قطر الى قطاع غزه تحديدا، يعني كان هناك مبلغ بنصف مليار دولار وتسلمتها حكومه غزه. اولا هو ذهب الى قطاع غزه وذهابه له مترتبات سياسيه خطيره جدا، لأنه إحنا قوة الفلسطينيين بوحدتهم، وبالتالي هو كان يجب أن يتصرف على قاعدة حفظ وحدة الشعب الفلسطيني وحفظ كيانه السياسي، وبالتالي ذهابه إلى بالمبدأ كان خطأ، لأنه كان عمليا بشكل أو بآخر هو تعزيل الأقسام. أما مبلغ ال 400 مليون دولار، هذا مبلغ تفصيل
هذا مبلغ قدم إلى غزة، جرح غزة لا تحل لا 400 مليون ولا 4 مليارات، وأمير قطر يستطيع أن يدفع أكثر من ذلك. الأهم من هذا كله أن لا أكبر من 400 مليون أو الأربع مليارات أن يعمل بحكم وزنه السياسي وعلاقاته السياسية واتصالاته السياسية على رفع الحصار عن قطاع غزة. بالتالي هذا المبلغ لم يذهب إلى الموازنة، لا يذهب إلى الموازنة الفلسطينية. أهم من ذلك لأنه في انقسام، يعني لا، ما هو سيدتي في فرق، في فرق أنه في انقسام لنقل ونؤشر من هو مسؤول عن الانقسام، لأنه الآن في دعوات واحدة من يعطلها. بس الأهم من ذلك إذا كان البيت الفلسطيني منقسم على نفسه لسبب أو لآخر، هل نأتي ونعززه من خلال إعطاء شرعية للانقسام اللي حاصل ونعامل غزة باعتبارها دولة قائمة بذاتها؟ أنا ما تسيء فهمي أو حتى من المشاهدين، أنا ما لي علاقة بالحساسيات الفلسطينية، لكن هذه مسألة ما لها علاقة بصراعات فتح وحماس، إلى علاقة بالسياسة الفلسطينية العليا، أي وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة هويته ووحدة كيانه. لهذا السبب 400 مليون أي مبلغ قد يبدو كبيرا، لكن هذا ال 400 مليون هو تفصيل، هو هي فراطة. نحن نحتاج من يعزز وحدتنا مش يعزز انقسامنا، نحتاج قرارات بالسياسي. نعم، يعني ولكن يعني عمليا على الأرض لمن لا يجد الخبز والحليب وأدنى متطلبات الحياة لأطفاله لعائلته لمجتمعه، يعني يفرق، ربما تفرق الحال معه بين أنه يقدم له وظيفة، يقدم له معاش راتب شهري، وبين من هو جالس بالمنزل. فقد اسمح لي أن أشير هنا، كنت أود الإشارة إلى هذه المسألة في البداية دكتورة، وأنت أشرتي إليها عن مسألة الوفد الإسرائيلي الذي شارك بدافوس. هو بالفعل كان وفد قليل العدد، وكان لافت أنه هوجم من قبل صحفيين أردنيين، الصحفيون الأردنيون انسحبوا أصلا عندما أتى الوفد الإسرائيلي، علما أنه كان هناك مسؤولون عرب مشاركون بالمنتدى، يعني رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، من العام السابق للجامعة العربية عمر موسى، والعاهل الأردني بطبيعة الحال. إذا ما عدنا إلى المخاوف الإسرائيلية مما يتم الكلام عنه، وهذه التقسيمات الموجودة أصلا في فلسطين، منطقة ألف، منطقة بي، ومنطقة سي، هناك مخاوف إسرائيلية اليوم من نقل أجزاء من المنطقة سي إلى السيادة الفلسطينية. لو نشرح هذه النقطة بشكل مفصل أكثر لو سمحتي. يعني إسرائيل كما عودتنا دائما تحاول باستمرار أن تعطينا جرعات هنا وهناك، لأنها تريد دائما أن تبقينا لا أموات ولا أحياء. فسياسة إسرائيل هي أن تبقيك بين الحياة والموت. لذلك نحن في الآونة الأخيرة لاحظنا أننا حينما نغرق في الديون تقوم إسرائيل بإرسال كميات من الأموال التي تحتجزها نتاج جني الضرائب وفق اتفاقية باريس الاقتصادية. هذا لا يكفي المحتل، لأن المحتل لا يريدنا فقط أن نأكل ونشرب، بل يريدنا دائما أن نبقى نلهث ونبحث عن شيء لكي نشتبك معه، كما اللاعب الذي يذهب إلى ملعب الثيران حينما الاحتلال مثل لعبة الحارس مع الثيران. الاحتلال يرمي لنا المنديل الأحمر نشتبك معه كما يشتبك الحارس مع الثيران، ويدوخ الحارس وينقض عليه الثور ويقتله. هذا هو الاحتلال. الاحتلال كل فترة يقوم بإلقاء بعض اللقم غير السائغة، وكأنه اعتاد أن يطهون على نار هادئة لكي لا نذهب ونفكر بخطورة هذا الاحتلال. فهو تارة يطرح لنا الحدود المؤقتة، وتارة يطرح لنا الدولة في حدود قطاع غزة وتوسعة للاجئين في سيناء، وتارة يقول أنه يريد أن يعطينا ممالك في الضفة الغربية للوسط وللشمال وللجنوب. كلها هذه اجتهادات صهيونية لا يراد من خلالها إقامة دولة فلسطينية ولا الاعتراف بالحدود
وجميعها تصب في إطالة عمر الاحتلال وإبقاء القضية الفلسطينية على صفيح ساخن. وإن بدأت مواطن الصفيح بالعلو في درجات الارتفاع من الحرارة يقوم بعمليات التبريد. الاحتلال يقوم بالتبريد لبعض الأمكنة التي تسخن. الآن شعر أن الوضع الاقتصادي على هاوية، تدخل الآن وبعد عدة أشهر سيشعر بأن هنالك حراكا لفكرة جديدة، وهي التي يتم الحديث بها الآن، وهي أنه في حال عدم اكتمال إقامة الدولة على حدود 7 من حزيران سيذهب الفلسطينيون إلى المطالبة بدولة ثنائية القومية على كامل التراب الفلسطيني. كل هذه عبارة عن افتراضات وتقولات جميعها وردت في عام 73 وتكررت في 96 وفي 93 وتتكرر كل فترة. اسمحي لي، بقي لنا تقريبا دقيقة. دكتور حسين أبو النمل، مررنا بالطبع على المليارات الأربعة. سؤال بديهي يطرح، من أين وكيف يمكن تجميع هذه الأموال ولماذا يعني الآن؟ برضو بنقطتين. النقطة الأولى أنه هدول 4 مليارات هم عمليا الديون المتراكمة. السلطة الفلسطينية عندها ديون 3 مليارات، وسد عجز الموازنة تبعت السنة بيكون مليار، بنطلع خالصين، يعني لا يبقى شيء. أما من أين؟ كل الأرقام التي يجري إقرارها بكل المؤتمرات الدولية من شرم الشيخ وأصحاب لمساعدة غزة أو للسلطة الفلسطينية إعمار غزة، هي بتنحط الأرقام، لكن بعد ذلك توزع على مجموعة من الدول. هي بالأساس من مجموعة من الدول، لكن حصة الدول العربية حصة كبيرة وكبيرة جدا. لكن تصرف هذه المبالغ مجتمعة ليس بقرار من الدول العربية أو من هذه الدولة أو تلك، بل من خلال منسق، أعتقد كان لفترة منسق نرويجي، بمعنى هنالك تجمع الأموال من أطراف عدة، لكن يضبط إنفاقها ارتباطا بالموقف السياسي. أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، خاصة فيما يتعلق بالأرقام. أنت الكاتب والباحث الاقتصادي الفلسطيني دكتور حسين أبو النمل، أشكرك جزيلا. دكتورة نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، حدثنا من نابلس. شكر لكل الزملاء الفنيين الذين شاركوا وساهموا في إخراج هذه الحلقة من حوار الساعة. نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.